عودة إلى المشهد الانتخابي، حيث المزيد بينضم إلينا المستشار محمد عبد الرازق عضو الجالية المصرية في الإمارات. يعني بعد التحية أستاذ محمد أو سيادة المستشار محمد عبد الرازق، يعني كيف هو المشهد يبدو بدولة الإمارات؟ حياتي حضرتك يا فندم، وبشكل طبعا معنا في الإمارات سيادة المستشار. أيوة فندم، سامع حضرتك. هل تسمعني؟ أيوة فندم، سامع حضرتك. نعم. هل تسمعني؟ نعم نعم. نعم سيادة المستشار، كيف هو المشهد يبدو اليوم في أول يوم من أيام الانتخابات؟ نعم أسمعك جيدا. تمام، النهارده فعلا بدأ اليوم الأول، بدأ من الساعة 9 صباحا بالنسبه للجنه في القنصليه المصريه بدبي. نعم. معالي السفير اشرف الديب هو اول من ادنى بصوته، وبعد كده توافد المواطنين المتواجدين في دبي وبعض الامارات الشماليه. يعني في بعض الناس جم من الشارقه، في بعض الناس جم من عجمان، وكانت المشاركه بين فئات عمريه مختلفه، في فئه من الشباب. اللمسه الجميله بعض الاسر، كم كبير من الاسر كان متواجد ومشارك، يعني ناس عارفين جايين ببهجة وسرور. في برضو فئة كبيرة من الكبار ذوي الهمم وكبار السن، حتى اللجنة مشكورة طلعت يعني أحد المندوبين إن هو يتعامل بالسد تأثيرا على ذوي الهمم. نعم، يعني كيف دارت الأحاديث ما بين المصريين وهم جاءوا إلى صناديق الاقتراع؟ معلش يا فندم، ايه صوت كيف كان الحديث او الحوار ما بين المصريين بعضهم عن بعض، وايضا يعني ماذا يطلبون في الفتره القادمه؟ بالنسبه الجمهور، يعني اللي حث المصريين على المشاركه هو حسهم الوطني وايمانهم بوطنهم وحرصهم على المشاركه في التنميه والاستقرار في مصر. احنا مش بنشارك عشان يكون في مطالب المصريين، ده واجب وطني على كل مصري ان هو يشارك في العمليه الانتخابيه، وده الدستور المصري، ده حق الدستور المصري منحه للمصريين سواء كان في الداخل او في الخارج. صح. واحنا طبعا يعني كلنا داعمين لمصر في هذا الوقت العصيب اللي لازم نقف فيه جنب مصر. وبالنسبه لملف المصريين في الخارج، كلنا على درايه وعلم ان هو من الملفات القوميه بالتأكيد. ان الدوله المصريه في الوقت الحالي بتوليه اولى اهتماماتها، وشايفين انجازات كبيره اتحققت المصريين في الخارج منها. نعم. الجهود الملموسه على ارض الواقع من معالي الوزيره سوها جندي وزيره الدوله للهجره والمصريين في الخارج، على سبيل المثال الحصر، مبادره الطيارات، مبادره العوائد العوائد البنكيه والاستثمارات في البنوك المصريه، يعني المبادرات كتير في المجال العقاري والاستثماري، تسهيلات كتير جدا للمصريين في الخارج، يعني تم حطها يعني تم وضعها على الطاوله. تكاتف الوزارات في الدوله المصريه لخدمه المصريين في الخارج، ده لمسناه في مؤتمر الرابع للمصريين في الخارج، وبالفعل كان في مخرجات وبدا بالفعل تطبيقها. فكل ديت يعني رسائل بتوضح المصريين في الخارج ان هم الدوله المصريه حطاهم من اولى اولوياتها. وطبعا مشاركتنا ده مش هو الحافز للمشاركه، الحافز الاول لها هي وطنيتنا ودعمنا لبلدنا. ليس مطالب شخصيه او اهواء معينه بتحكم المواطن المصري خارج بلاده للحفاظ على حقه الدستوري في وضع او اعطاء صوته لمن يستحق. بالضبط، اتفق معاك تماما يا فندم. المستشار محمد عبد الرازق عضو الجالية المصرية في الإمارات، شكرا جزيلا لك.